سر التناول قمة أسرارنا، الإفخارستيا، سر الشكر. وكنائسنا مليانة بالقداسات، نشكر الله، وحين بنصلي في اليوم الواحد أكتر من قداس واثنين، والتناول متاح لأي إنسان في أي وقت. طيب يا ترى تتقدم للتناول وأنت تشعر بهذا السر وبرهبة هذا السر؟ هو يكون تقدمك للأسرار هو تاخد بيه دينونة. هل شعورك الداخلي بعدم الاستحقاق جواك هو اللي بتتقدم بيه للأسرار؟ هو اللي بتتقدم بيه للأسرار؟ هل وقار السر وهيبة هذا السر والاستعداد لهذا السر انت بتمارسه صح، حطه قدامك، ولا الانسان في قداسة نروح تناول في اي وقت اخش الكنيسة بدون استعداد، بدون استعداد لروحي ولا جسدي ولا نفسي ولا فكري او ذهني، بدون استعداد خالص؟ هل انت واخد بالك؟ هل شعورك بعدم الاستحقاق ده؟ الأب الكاهن لما بيقف يصلي في بداية القداس في صلوات الاستعداد يقول كده: أنت يا سيد تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك. هل الكلمات دي كلمات تشعر بيها؟ هل يهتز كيانك من أجل هذه الكلمات وأنت مقدم كأب كاهن أنك تمسك وترفع جسد الرب ودمه؟ عشان كده امتحن نفسك قبل القداس، وأكبر امتحان في تقدمك للأسرار هو امتحان التوبة، توبتك، نقاوة قلبك. والكنيسة في بداية القداس تعمل بعض المشاهد في القداس علشان تحس الإنسان على روح التوبة. فما تقول لنا الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا، يقصد أن أنت في مصالحة مع كل أحد وهكذا.